بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدرس الخامس نحو المبتدأ والخبر. طبعا دروس النحو اللي عندنا دروس جميلة وسهلة وظريفة جدا. أول درس بندرسه دلوقتي اسمه المبتدأ والخبر. احنا طبعا عارفين كلنا إن الجملة نوعين، في عندي جملة اسمية وعندي جملة فعلية. الجملة الاسمية أكيد بتتكون من مبتدأ وخبر، والجملة الفعلية بتكون من فعل وفاعل. طيب لما أقول المبتدأ والخبر ودي جملة إيه؟ جملة اسمية. طيب الجملة الاسمية إيه هي؟ هي التي تبدأ باسم وتتكون من ركنين أساسيين، المبتدأ واسم مرفوع يأتي في أول الجملة غالبا، خلي بالكم من كلمة غالبا. والخبر هو ما يخبر عنه المبتدأ وتم به مع المبتدأ جملة مفيدة، يعني هو بيكمل معنى المبتدأ. طيب يطابق المبتدأ في النوع والعدد. طيب أنواع الخبر: خبر مفرد وليس جملة شبه جملة، خبر جملة اسمية أو فعلية، وخبر شبه جملة ظرف أو جار أو مجرور. طيب كان كله بسيط وسهل، أنا عارف عارفينه كلكم، بس برضه هنتدرب عليه مع بعض. بيقول لي حدد الخبر ونوعه. الحق يعلو دائما، الحق يعلو دائما. فين مبتدأ الحق؟ فين الخبر؟ يعلو. طب يعلو ده فعل، يبقى خبر نوعه ايه؟ خبر نوعه جملة فعلية. تمام. الجنة تحت أقدام الأمهات. طبعا المبتدأ الجنة، الخبر تحت أقدام الأمهات. تحت ده ظرف، يبقى خبر شبه جملة ظرف مكان. طيب المرضى متألمون، المبتدأ المرضى، الخبر متألمون. نوع الخبر مفرد. يا أستاذ ده متألمون ديت جمع، أيوة لكن نوع الخبر مفرد. المفرد يعني كلمة واحدة، ليست جملة ولا شبه جملة، كلمة. الممرضة عملها مرهق. الممرضة مبتدأ، مالها؟ عملها مرهق. يبقى هنا عملها مرهق كلها على بعض جملة اسمية، يبقى نوع الخبر ايه؟ خبر جملة اسمية. الكتاب فوق المنضدة، المبتدأ الكتاب، الخبر فوق المنضدة. نوع الخبر شبه جملة ظرف. السماء صافية، المبتدأ السماء، الخبر صافية. نوع الخبر مفرد. الورد في الحديقة، المبتدأ الورد، الخبر في الحديقة. نوع الخبر شبه جملة. الحياة مباهجها كثيرة، المبتدأ الحياة، الخبر مباهجها كثيرة. نوع الخبر جملة اسمية. السعادة تنبع من النفس، المبتدأ السعادة، الخبر تنبع. نوع الخبر جملة فعلية. المريض يشكو، المبتدأ المريض، الخبر يشكو. نوع الخبر جملة فعلية. وهكذا. جميل، يا ريت بقى الايه الباقي ده كله تحلوه ان شاء الله، وان شاء الله لو في اي سؤال صعب ولا حاجه نبقى نتواصل مع بعض وايه نحلوه مع بعض، بس كلها سهل مش شبيه كده. خبر مفرد وخبر جمله وخبر شبه ايه وخبر شبه جمله. وشكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.